دكتور نبغى نتحدث أكثر عن شخصية الإمام محمد بن سعود وأبرز إنجازاته في هذاك الوقت. خلينا نقول إنه الظروف الحرجة والصعبة هي التي تخرج تصنع الرجال وتصنع الرجال وتخرج القادة العظام. يعني محمد بن سعود استلم زمام الأمور في الدرعية في ظروف حرجة. إحنا قلنا قبل الفاصل إنه علاقة الإمارات بعضها ببعض هو استغلال ظروف. فزيد بن مرخان اللي هو الأمير السابق مباشرة لمحمد بن سعود أمير الدرعية استغل أو حاول استغلال ظروف العيينة، لأنه نجد عموما تعرضت لوباء الطاعون في ذلك الوقت، وكان من ضمن ضحايا هذا الوباء عبد الله بن معمر أمير العيينة اللي استمر أميرا لها 40 سنة. يعني يعني هو كان أشبه بالخسارة الفادحة للعيينة. حاول زيد بن مرخان استغلالها وبدأ يعد العدة للهجوم على العيينة وضمها إلى حكمه. فما كان أمام أمير الدرعية الذي جاء بعد عبد الله بن معمر أمير العيينة عفوا الذي جاء بعد عبد الله بن معمر إلا أنه يعني يستعمل الدهاء والحيلة. كان عمره 30؟ عمر محمد بن سعود لا في الأربعين تقريبا. الأربعين لأنه مولود 1090 هجري يعني. جميل. وإحنا نتكلم الآن بالضبط في 1139. فالشاهد أنه يعني استطاع ابن معمر أنه يقبض على زيد بن مرخان عن طريق الحيلة وأنه يقتله. فأنت أمام الآن يعني لو كان في مكان آخر ويقتل أمير إحنا رأينا ما تعرضت له العيينة يعني، وكيف أحوالها أغرت زيد بن مرخان، فما بالك بهذا الحدث الذي يعني أمير البلدة أو كذا يقتل أو إلى آخره. هذا في مكان آخر يعني كفيل بأن يؤدي للفوضى والانهيار وإلى آخره. لكنه خرج محمد بن سعود ليجمع الصفوف ويوحدها واستلم زمام الأمور. اجتمع الناس حوله، بايعوه، وبدأ هذا القائد العظيم كما ذكرنا قبل قليل بتحصين الدرعية. من المهم وأنا أركز على تحصين الدرعية وعلى الإصلاحات اللي عملها فيها. من الإصلاحات اللي عملها فيها أنه بدأ يوسع الدرعية عمرانيا يعني، فأنشأ حي جديد في سمحان اسمه حي الطرفية ونقل مركز الحكم له. يعني هذا توسع جديد يعني. ماذا عن شطرية الدرعية الآن؟ إحنا قلنا غصيبة كانت مركز الحكم، وخلينا نقول أنه كان في يعني في بيت الحكم بعض المشاكل والمناوشات، فهو لهذا السبب نقل إلى مكان آخر. عمر المساجد وبنى جامع كبير في الطريف اللي هو جامع الدرعية في الطريف. أمن الأسواق. تلقائيا عندما يأمن الناس يأمنون على أنفسهم ويأمنون على مصدر عيشهم يبدأون يفكرون فيما وراء ذلك، الازدهار في التعلم. العلم خلاص. العلم يعني ما أعرف قد يتفق معي البعض ولا، العلم يأتي ضمن هو رغم أنه من ضرورات الحياة لكن ليس الضرورة الأولى مثلا، ولا الأولى الحفاظ على النفس. صحيح. فعلا. والثانية يعني مصدر الرزق. ثم بعد ذلك لما يزدهر التعليم في مكان من الأماكن، ونحن نتكلم الآن عن تعليم محدود في الكتاتيب والتعليم القراءة والكتابة والعلوم الشرعية فعلا. وكان أكثر شيء في نجد عموما هو الفقه، لأنه العلماء المنتشرين في نجد يعني يدرسون الفقه الحنبلي وإلى آخره، فكان أكثر ما يدرسه الطلاب من العلوم الشرعية هو الفقه، ويمارسون بعد ذلك القضاء أو يعني. ولذلك كان كثير من القضاة من يعني أبناء نجد يعني. الإمام محمد بن سعود ذاك الوقت كان مثقف في هذا الجانب، كان عنده هذه الثقافة الدينية، حدثنا عنه. كان أولا لأنه متدين بطبعه،
كان يحضر هذه الدروس. كانت الدروس تقام في 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 السوق في سوق الموسم، كانت تقام من بزوغ الشمس تقريبا الى يعني المغرب. تقام لا يعني مثلا الى منتصف النهار الضحى يعني او قبل الظهر ب، وكانت في دروس وكان يحضرها ثم يتفرغ للناس يأتون للقائه وعرض حوائجهم عليه وكذا. بعد صلاة الظهر يأخذ راحة إلى العصر، بعد العصر يعود مرة أخرى إلى السوق ويستقبل الناس وتقام الدروس، بعد المغرب في بيته وفي الجامع المسجد اللي يصلي فيه تقام أيضا دروس. وكان يحضر هذه الدروس هو وأبنائه و عمه وأبناء عمه وكلهم يحضرون وبشكل يومي. يعني مشاغل الحكم والسياسة لم تكن تشغله هو وأبناء عن حضور هذه الدروس. نعم الدروس لأهل الدرعية فقط ولا لا الدرعية؟ شوف الدرعية بما أنها استقرت، بما أنها كبرت، ترى احنا نتكلم في 20 سنة الأولى من حكم الإمام محمد بن سعود لأنه حكمه كان 40 سنة إلى أن توفي 1179، فنحن نتكلم عن 20 سنة الأولى اللي 20 سنة الأولى اللي صرفها لتحصين الدرعية وتأمينها، لأنها أصبحت فيما بعد هي قاعدة الانطلاق للخروج خارج الدرعية في النصف الثاني من حكمه. يعني هي فترة التأسيس الحقيقية. خل أقول لك يعني تأمين البنية التحتية مثلاً، تأمين قاعدة الانطلاق. وهذا أمر منطقي وبديهي جدا، أنت لا يمكن صحيح. تذهب ومثلا تحارب أو تقاتل وأنت ما أمنت عندك قاعدة قاعدتك وأنت ما أمنت قاعدتك يعني، ولذلك هذا شيء طبيعي. ولذلك في 20 سنة الأولى من حكمه أصبحت الدرعية مقصد للكثيرين سواء من سكان البلدان القريبة أو حتى من سكان البادية اللي كانوا يأتون، بعضهم يأتي يمتار من السوق ويرجع، بعضهم يأتي للعلم ويستقر. وفود الناس هذا يعني زيادة السكان، يعني زيادة الأحياء والعمران، يعني ازدهار المدينة وشيئا فشيئا تكبر يعني. دكتور عن الجانب السياسي، من أبرز الأشياء اللي ميزت هذه الشخصية شخصية الإمام محمد بن سعود استقلاله عن أي نفوذ وقوة في وقت كان يعني صراعات كثيرة في المنطقة وفي المنطقة المحيطة بنجد، إلا أن هذه الشخصية استطاعت أن تؤسس دولة دون أي سلطة أو نفوذ لأي قوة خلينا نقول إقليمية أو عالمية في ذلك الوقت. هذا الحقيقة هو إرث ورث محمد بن سعود من يعني أباءه وأجداده من ذمانع المريدي، ولذلك إحنا قلنا قبل شوي أنه استطاعت الدرعية أن تستعصي على زعيم بني خالد رغم أنه جاء وحاصرها بجيش كبير يعني. ولذلك بالفعل يعني الدرعية دون غيرها يعني بقية البلدان بما فيها العيينة كانت تابعة لزعيم بني خالد، والعلاقة بينهم بين زعيم بني خالد وبينه يعني عبارة عن دفع أسباب الضرائب والأتاوات أو إلى آخره. الدرعية لا استأصت، عندما حاول زعيم بني خالد أن يخضعها بالقوة فشل في ذلك يعني. شكرا جزيلا لك دكتور، أثريتنا بهذا النقاش بهذا الحديث، أعدتنا لتلك الحقبة الزمنية، شكرا جزيلا لك.